تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد مباراه هامه جدا جدا ما بين الاهلي والاسماعيلي في مباراه الدور الثاني وبتحديد الاسبوع رقم 21 من بطوله الدوري العام. مباراه غايه في الاهميه بكل تاكيد بالنسبه للفرقتين، بالتحديد هنتكلم عن النادي الاهلي اللي بيدخل هذه المباراه برصيد 48 نقطة من خلال هذه المباراة، بيسعى ان هو يواصل مشواره في بطولة الدوري، خصوصا في حالة الفوز ان شاء الله النادي الاهلي هيوسع الفارق مع نادي الاسماعيلي لفارق نقاط مريح جدا قبل ايضا مباراة مؤجلة بالنسبة للنادي الاهلي في الدور الثاني وهي مباراة المقاولون العرب. بالتالي كابتن حسام البدري مقسم كالعادة بطولة الدوري لمراحل، الان النادي الاهلي في مرحلة حاسمة جدا في بطولة الدوري وبيتخللها مباراة الاسماعيلي، مباراة الاتحاد ومباراتي المقاولون العرب سواء المباراة المؤجلة من الدور الاول وايضا مباراة الدور الثاني. ان شاء الله في حالة فوز النادي الاهلي في المباريات دي ان شاء الله يعني خلاص يعتبر الامر شبه محسوم بفوز النادي الاهلي بطولة الدوري العام، وده يمكن شيء اهم جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين وكل جمهور النادي الاهلي. الحالة المعنوية، الحالة البدنية، الحالة النفسية بالنسبة للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراة جيدة جدا، وان شاء الله لاعبي النادي الاهلي يقدروا يقدموا مباراة كبيرة جدا. طبعا عودة محمد نجيب اكيد شيء مهم جدا كابتن حسام البدري خصوصا في خط الدفاع، لكن لسه ما تكررش بشكل رسمي هل كابتن حسام البدري هيبتدي محمد نجيب على حساب محمد هاني ام لا، وده هيترتب على الحالة البدنية لمحمد نجيب خصوصا ان هو عائد من الاصابة. ايضا بينضم لقائمة النادي الاهلي علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي الجديد، في المقابل بيغيب كل من سعد سمير، حسام عاشور وايضا احمد فتحي، وهي اكيد غيابات مهمه ومؤثره، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي يملك لاعبين قادرين ان شاء الله ان هم يعوضوا هذه الغيابات، ومن ثم تحقيق 3 نقاط تكون مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري عشان يوسع الفارق بشكل اكبر مع النادي الاسماعيلي، ومن ثم تحقيق هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. عوده الاستوديو. بشكرك امين.